إذا اكتمال الأفراس، فتحت البوابات، انطلقت الأفراس المستوردة عمر 3 سنوات فأكثر بمختلف درجاتها على مسافة الميل وربع الميل تتنافس على جائزة صالح بن إبراهيم بن سبعان يرحمه الله، أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، مقدار الجائزة 78,000 ريال. أشاهد مشاهدينا الكرام أختصيدة تبرز في المقدمة الآن، أختصيدة ابنة تورنج في المركز الأول الآن مع انطلاقة هذا الشوط ومسافة الميل وربع الميل، وأيضا المنافسة تجدها مشاهدينا الكرام من سكوثي بالمركز الثاني من الخارج، ومن الداخل سونج سويتلي تتقدم للمركز الثاني مشاهدينا، وأختصيدة في المركز الأول الآن مع انطلاقة هذا الشوط ومنتصف المسافة تقريبا، المنافسة ما بين أختصيدة من الخارج وسينج سويتلي ابن سينج سبيل في المركز الثاني من الداخل على ما يبدو في هذه المنافسة المتميزة، وسكوثاي في المركز الثالث مشاهدينا قبل المنعطف الأول لمنافسة هذا الشوط، تتقدم سينج سويتلي للمركز الأول، أختصيدة تتراجع للمركز الثاني في مشاركتها الأولى على مسافة 2000 متر تحديدا مشاهدينا الكرام، نشاهد سينج سويتلي متقدمة في هذه الأثناء مع تجاوز علامة 600 متر ومحاولات من أختصيدة لاستعادة المقدمة مع هذه الأثناء وتقدم كذلك من رفيقة، وأيضا ابتكار في هذه الأثناء تحديدا مع الدخول للخط المستقيم، سينج سويتلي تتقدم بقوة مع 300 متر الأخيرة مشاهدينا الكرام، ابنة سينج سبيل تتقدم للمركز الأول وهي المرشحة في هذا الشوط، تتقدم بقوة ما شاء الله تبارك الله، سينج سويتلي القادمة من الميادين الإنجليزية في مشاركتها الثالثة في الميدان السعودي تقدم نتيجة متميزة وتسجل الانتصار الأول لها في سجلها السباقي. إذا مشاهدينا الكرام نبارك للصبر.